مساءكم خير. زمان كان في فرضيه، مش زمان ده، كل وقت في فرضيه كده بتقول انه في كل زمن في تعريف لامتلاك القوه. في فتره من الفترات كان من يملك القدره او من يتقن الزراعه يملك كل شيء، يملك القوه. وفي فتره اخرى بعد بدايه الثوره الصناعيه الاولى، فكان من يتقن او من يملك الصناعه يملك القوه. والفترة الحالية وما تليها بعد الثورة الصناعية، بعد الثورة التكنولوجية، بقى من يملك المعلومة يملك القوة. عشان كده هتلاقي طول الوقت الناس بتقولك خلي بالك من سرية بياناتك، خلي بالك جدا من معلوماتك. وناس كده بسلامة نية ترد تقولك يا عم يعني هو أنا عندي إيه يعني على الفيسبوك هخاف عليه، أنا راجل كتاب مفتوح. لا أبداً. وأي حد فينا طبعا جميل جدا أنك تكون كتاب مفتوح، لكن كل معلومة مهما اعتقدت أنها بسيطة أو أنها غير مهمة، هي ممكن بطريقة ما إذا امتلكها شخص ليس له الحق في معرفتها فهو بيسلط على رقبتك سيف. فهتسمع دايما فكرة أم معلوماتك الشخصية، والناس تفضل تنصح بعض وتستهين بالفكرة دي من أول كارت البنك اللي بقينا نقول الأرقام وللناس اللي قدامنا عشان يسحب لي وبرضو بسلامة نية، لحد الباسورد بتاعة أي تطبيق أو أي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي اللي أنا بعملها كده باستهانة وما بركزش وأبقى فاهم. إذا مش قادر أستخدم الوسائل التكنولوجية بلاش أستخدم، بس أحمي نفسي. وآلاف من القصص والحكايات اليومية لبنات بيتم ابتزازهم، لسيدات بيتم الاعتداء على حريتهم، لرجال حتى بيتم ابتزازهم بمعلومات معروفة عنهم حدث ولا حرج. ينفع نقول إنه ده بالنسبة للأشخاص. تخيل بقى إن إحنا النهاردة حصل اختراق لموقع، أيا كانت بقى نواياه، أهدافه، التعرض لاختراق، مين المخترق، دي كلها حاجات تركز فيها بقى الأجهزة المعنية. لكن حصل اختراق لتطبيق موجود عند ناس كتير ومعروف بالسرعة، تطبيق نبض اللي عند ناس كتير بتعتبره أنه طريقة لتجميع أخبار من أماكن كتير، فتم نشر خبر كاذب. تأثير ده إيه؟ أو فكرة يعني الضرر من ده إيه؟ الضرر رقم واحد على التطبيق نفسه، لأنه إذا التطبيق معرفش يحمي معلوماته أو تم اختراقه فبما فقد مصداقيته. هتلاقي أنه في خلال ساعات قليلة من أول ما حصل الاختراق لحد دلوقتي هتلاقي مئات الآلاف من عدم تفعيل اشتراكات أو إلغاء الاشتراكات في التطبيق زي ده. الحاجة اللي تهمنا بقى أنه التحقق من الخبر، طريقة التحقق من الخبر. زمان كانوا بيقولوا الصدق منجي، هو الصدق منجي، لكن دلوقتي الوعي منجي. لما يجي لك أي خبر ولما تقرأ أي خبر ولما تسمع أي خبر أرجوك تحقق منه، تحقق منه على الأقل أنك تدور مرة كمان وتسمعه أو تقراه من ثلاث مصادر على الأقل عشان تتأكد أنه خبر حقيقي. باختصار اللي حصل النهاردة امتحان مش بس للتطبيقات، للأجهزة كلها والدول كلها. خليني أشارككم كمان أنه في خلال ساعات مثلاً مؤسسة روسيا اليوم، وبرضو موقع إخباري قديم وكبير جدا، تعرض لاختراقات. مواقع كتيرة لأشخاص، كل شخص يحسب أنه مؤثر في موقعه بيتعرض لهجمات ومحاولات للاختراق. إيه يا جماعة؟ طب إيه اللي بيحصل؟ إيه الهدف يعني من الاختراقات؟ ده الصورة اللي قدامنا دي من موقع روسيا اليوم، وهو بيعرض أنه تعرض لهجوم إلكتروني. بالمناسبة أكبر مؤسسات في العالم، أكبر بنوك في العالم قد تتعرض لاختراق. مش بنقول، مش ده معناه إن إحنا نقول إن مفيش أمن سايبراني يعني أو أمن ممكن يتحقق، لا طبعاً بيحصل جداً وبدرجات عالية جداً. لكن أنت عشان حتى تتحقق من إنك الأداة بتاعتك آمنة بتفضل كده تشغل عندك ناس هاكرز بمعنى الكلمة عشان يتأكدوا إن أنت موقعك سليم أو لا يمكن اختراقه، وبالتالي ممكن تلاقي ثغرات صغيرة. الهجمة بتاعت النهاردة رسالة مهمة جداً، رسالة للأشخاص أولاً إننا نعرف إنه المعلومة مهمة جداً، وإنه محاولة تسريب معلومة كاذبة ومحاولة استخدام فكرة ولو لبلبلة تحصل لدقايق، بالمناسبة ما حصلتش أكتر من دقايق لأنه
معظم الناس اللي عنده تطبيق نبض، يعني أنا يعني حسبتها كده في مخي، اللي عنده تطبيق نبض ده شخص مهتم بالمعلومة، فهو مهتم بالخبر، فهو مش من الناس اللي هيجري يصرخ لما يقرأ الخبر من مصدر واحد ويصدقه. فلهذا السبب أعتقد أن تأثير هذا الاختراق كان محدود جدا. لكن طب ماذا لو أنت شفت خبر وقريت خبر وسمعت خبر وصدقته؟ فكرة الشير اللا إرادي اللي بتحصل لنا دي أحيانا. عشان كده هو رسالة للأشخاص لينا، احمي موقعك، احمي كل أدوات التواصل، احمي تليفونك، احمي مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت بتستخدمها، غير الباسورد، اتعلم شوية عن أمن المعلومات، لأنه انت عايش في عصر جديد. احنا كمان 3 سنين والشيء بالشيء يذكر كده، الأزمة والزحمة اللي حصلة مثلا على الـ ATM في كل الشوارع قبل العيد، احنا كمان 2-3 سنين هننسى شكل الفلوس الورق. في دول العالم كلها نسيوا شكل الفلوس الورق، يعني لما بيشوفوا عملة ورق بيتخضوا. فإحنا ليه بنتكالب كده على الورق؟ لأننا لسه ما تعلمناش أننا نتعلم ثقافة إدارة الأموال إلكترونية. أنا عارف أن أنا عندي كذا، هصرف منه كذا في مخي أو في ورقة، لكن أنا مش همسك الفلوس في إيدي. الفكرة دي أعتقد أن إحنا محتاجين نتعامل معها بطريقة جديدة، وتحديداً بقى أمن المعلومات. ما ينفعش النهاردة في 2022 بنت جامعية تصرخ تقول أصله ضحك عليا، أصله بعت لي لينك، أصله قال لي بعتي لي صور وأنا مش هبعتها لحد. تخيلوا ده كله في الباقة بتاعت أمن المعلومات الشخصية. ما بالك بقى بمعلومات الدول وبالقضايا الأهم وبالقضايا اللي بيقصد بيها صناعة بلبلة؟ طبعا دي أداة خطيرة يتم التعامل معها بقوة وبحزم وبوعي من المواطنين. هو ده اللي احنا بنقف فيه مع بعض ونفكر فيه مع بعض ونفكر نفسنا ونفكر بعض، إنه خبر من مصدر واحد هو لا شيء تماما، لا تعتمدوا ابدا. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم ومجموعه من الاخبار الحلوه اللي حصلت على مدار الاسبوع، ويمكن كان من على راسها خبر الاهتمام واعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي. بعد الفاصل هنحكي في شويه تفاصيل، لانه اعتقد انه ده قبل العيد كده من الاخبار الاكثر يعني اسعادا للناس والاكثر تاثيرا في الروح المعنويه لاسر كتير مستنيه إعادة تفعيل هذا الملف بشكل كبير. بعد الفاصل نكمل. مساءكم خير. مرة تانية بتيجي بعض الأخبار مش بس كمجرد خبر، لكن كمؤشر حقيقي لما قبل وما بعد. بالتأكيد محدش يقدر ينسى أنه من أول ما تم إطلاق أو تشكيل لجنة العفو الرئاسي في المرة الأولى في أثناء وكانت على هامش إحدى مؤتمرات الشباب، شفنا قد إيه الصدى الكبير والحقيقي. وكنا بنقول إن واحدة من نجاحات مؤتمر الشباب هو لجنة العفو الرئاسي وتكوينها وتشكيلها بالأساس. لانشغال الجميع ولظروف كتير ولتغير الوقت وتغير الظروف، لجنة العفو الرئاسي شعر البعض إنه بيفتقدها. حصل بقى إعادة إحياء لهذه اللجنة وإعادة تشكيل لهذه اللجنة وتجديد الثقة في بعض أعضاء هذه اللجنة، عشان توصل لنا رسالة جديدة بتقول إنه هذا الملف ما هوش من الأمور المسكوت عنها، وإنه مسألة العفو الرئاسي عن بعض المحتجزين على ذمة قضايا أمر يجب أن ينظم، وإنه فكرة حرية التعبير وآفاق أوسع لممارسة العمل الاجتماعي والسياسي والأنشطة المختلفة لأي مواطن مصري ده مقبول جدا ومقبول، وما فيش أي مبرر لوجود بعض الناس محتجزين لفترات أطول من ذلك. لجنة العفو الرئاسي استقبلها الجميع كالعادة بالترحاب الشديد، وهي كانت إحدى قرارات هامة جدا أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أو أثناء احتفاله بإفطار الأسرة المصرية. الجميل بقى واللي لازم أفكر حضراتكم بيه إن إفطار الأسرة المصرية كل سنة بقى حدث مهم تصدر فيه قرارات مهمة حقيقي، يعني بيبقى فارق. السنة دي بقى 16 قرار أهم من بعض، لكن إذا سألتني إيه أكثر القرارات شعبوية هقول لك لجنة العفو الرئاسي، العفو عن المحتجزين. سواء كان ليك شخص قريب منك تعرفه، زميل ما تعرفش، مالكش حد تعرفه، الموضوع ده بيلمس حاجة إنسانية كده بتبهجنا.
وتوقيتها قبل عيد الفطر المبارك مبهج برضو. احنا سعداء جدا ومتشرفين، واعتقد ان هو كمان واحد من الناس اللي تم تجديد الثقة وتجديد يعني وجوده داخل لجنة العفو الرئاسي، الزميل العزيز والدمث النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي. سيادة النائب مساء الخير، وانا عارفة ان انت مسافر وبتكلمنا من عبر المحيطات. مساء الخير عليك وكل سنة وانت طيب. مساء النور دكتوره دينا، تحياتي لحضرتك ومشاهدينا الكرام. فعلا يعني شرفت دايما ان اكون مع حضرتك. اولا عاوزين نسال السؤال التقليدي اللي انت بتتساله تقريبا في اليوم 50 مره، بس اعتقد ان الناس اللي مش متابع فكره تفاصيل عمل لجنه العفو الرئاسي هيبقى عنده اسئله كتير. هل لجنه العفو الرئاسي هي لجدوله الاشخاص اللي اصلا من المفترض ان يتم اطلاق سراحهم، ولا لإعادة دراسة بعض القضايا اللي كانت معلقة من الأساس؟ يعني بالتأكيد أن فلسفة وجود لجنة العفو الرئاسي بالأساس هي توجه الإرادة السياسية رئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين في قضايا هي بالأساس كانت قضايا وفق الأحكام الإجراءات القانونية، يعني قضايا صحيحة في مجملها، التحرك فيها أو الإجراءات اللي تمت فيها إجراءات وفق الأحكام الدستور والقانون. لكن هناك إرادة سياسية أن يكون هناك نظر في هذه القضايا حتى يتم الإسهام في خروج هؤلاء الشباب وعودتهم إلى المجتمع ودمجهم بشكل طبيعي مرة أخرى. الحقيقة انه اللجنه في نسختها الاولى واثناء عملها قدرت انها تسهم في الخروج العديد من الشباب، والحقيقه كان لها انجازات كبرى في هذه المساله مع اعاده تفعيل اللجنه وفي تشكيلها الحالي وضم عناصر جديده داخلها في تطلع كبير. وزي ما حضرتك تفضلتي في المقدمه، هذه واحده من اكثر القرارات شعبويه واهتمام، لانه مع وجود عفو رئاسي لشباب في مقتبل العمر ووجود اراده رئاسيه بخروجهم يعني واندماجهم في المجتمع مره اخرى، ده بيسهم في حاله من الارتياح المجتمعي وبيستقبل بحاله من الارتياح الشديد في المجتمع، وبالتالي هو جزء من حاله السلم المجتمعي. فبالتاكيد احنا يعني مع اعاده تفعيل اللجنه تحركنا بشكل كبير في تلقي حالات الشباب المحبوسين، والحقيقه تم توسيع دور اللجنه بمساله في غايه الاهميه ومساله ذات بعد واهتمام ليس مجتمعي فحسب، وانما ايضا على المستوى حتى الانساني، وهي مساله الغارمين والغارمات، انه دي اصبحت من اختصاصات عمل لجنه العفو الرئاسي. والحقيقه انا شخصيا شعرت بالفرحه الشديده ان يكون عندنا دور في الاسهام في هذه المساله، لانه مساله الغارمين والغارمات هي مساله من الامور اللي من الناحيه الانسانيه والمجتمعيه بتشكل يعني هم كبير. زي ما سيادتك قلت، يعني هي فعلا سلم اجتماعي بشكل كبير. طيب ياتي دور السؤال الثاني، وهو ايه شروط العفو الرئاسي وايه الشروط الاساسيه اللي اللجنه بتحطها عشان حتى يتم النظر في بعض القضايا؟ الحقيقه ان اللجنه يعني منذ انشائها بعد المؤتمر الوطني الاول للشباب، وهي اعتمدت على معيارين الحقيقه لا يختلف عليهم احد بالنسبه للشباب المحبوسين اللي لم يرتكبوا اعمال عنف او لا ينتموا لتنظيمات ارهابيه. دول الحالات او المعيارين الرئيسيين اللي احنا بنعتمد عليهم. لكن مع اعاده التفعيل و يعني خلال الفتره القادمه، قد من خلال مناقشات واجتماعات لجنه العفو الرئاسي قد نضع معايير جديده او اضافيه اخرى نستند اليها. وايضا في مساله الاولويات، الحقيقه انه اللجنه بالتاكيد هيكون عندها، وحتى من الخبره السابقه هيكون عندها وضع يعني رؤيه شامله حوالين الاليات وحوالين القواعد اللي هيتم الاستناد اليها في بالنسبه للشباب المحبوسين. واضافه ليها المهمه الجديده اللي تم اضافتها، وهي مساله الغارمين والغارمات. فاضافه لده كله، الحقيقه انا مهموم بملف اخر متعلق بالدمج المجتمعي، انه احنا ما لا يقتصر دورنا فقط على
خروج هؤلاء الشباب او الغارمين او الغارمات من السجن، وانما يمتد هذا الدور الى الدمج في المجتمع، لانه الشباب اللي اتحبسوا دول فقدوا عملهم، اتفصلوا من الجامعه، يعني غيرها من المسائل اللي محتاجه مننا مجهود في دمجهم في المجتمع. وده دور مش هنقوم بيه، يعني مش بس دور سياسي على كاهل الحكومة أو المسؤولين في هذه الملفات، وإنما أيضا أعتقد المجتمع المدني عنده دور كبير في هذه المسألة، وعندنا بعض الجامعات الأهلية والمؤسسات اللي بتعمل في هذا المجال، مجال الدمج المجتمعي المفرج عنهم، وأعتقد أنه يقدروا يلعبوا دور أعظم وأكبر خلال المرحلة القادمة. يعني أثمن كل هذه التفاصيل اللي بالتأكيد واضحة جدا في ذهنكم، لكن برضو عندي سؤال فضولي كده. متأكدة أنه وصلكم مئات من الطلبات لدراستها والإعادة النظر فيها، هل في حد أقصى للمفرج عنهم؟ وهل في جداول زمنية محددة؟ يعني نقدر نقول أنه مثلا ربع سنوي التقييم، ولا كل ما اللجنة بتنتهي من كشف بيوصل لسيادة الرئيس وبيبتدي يعيد النظر فيه؟ يعني آلية وأعداد الناس اللي ممكن لجنة العفو الرئاسي توصل لهم وتساعدهم، إيه اللي بيحكمها وإيه اللي بينظم؟ يمكن يعني لجنة العفو الرئاسي شكلت فحسب منذ أيام، وبالتالي هي كل هذه المسائل التنظيمية هي بالتأكيد هتكون خاضعة للدراسة والبحث لدى اللجنة عند اجتماعها، وهيوضع من خلالها رؤية شاملة حوالين طريقة العمل بشكل منظم بما ينعكس بأكبر فعالية ممكنة للجنة، وحتى تضارب فكرة الوقت في القدرة على إنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات في أسرع وقت ممكن. وده الحقيقة اللي يعني اللي لدى كل أعضاء اللجنة من اتجاه ومن رؤية ومن إرادة. يعني خليني أقول كده، عندكم أول اجتماع بكرة سريع بما يسهم بوجود يعني أكبر عدد ممكن للخروج في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. يعني أخيرا عندكم اجتماع الأول بكرة، هل نتوقع قائمة قبل العيد ولا ما تلحقوش؟ يعني إن شاء الله الأمور كلها بإذن الله يعني هتكون محل بحث في القدرة والسرعة على إنجاز. إحنا بالفعل يعني في عدد من الشباب خرجوا وتتوالى ثمار عمل لجنة العفو، لكن كمان دي امور احيانا بتكون مرتبطه بالعديد من الاجراءات، يعني قرارات العفو بتصدر وبيتبع ذلك اجراءات قانونيه، فالاجراءات دي في بعض الاحيان وفي بعض الحالات بتاخد بعض الوقت، فده مرتبط شويه بالاجراءات القانونيه اللي بتتبع صدور قرارات العفو الرئاسي. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبعتذر عن الاطاله بتصحبكم الكثير من دعوات المصريين واهالي الناس اللي بيتم النظر في قضاياهم. كل التوفيق ليك سيادة النائب ولأعضاء اللجنة، وبشكرك مرة تانية على مداخلتك. زي ما كنت بقول سيادة النائب طارق الخولي، هو يعني حقيقي الموضوع فيه شق إنساني حقيقي، وفي نظرة كده بتختلف جدا إنه اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف تحديدا، الحديث عنه، إعادة التكليف فيه، دي في حد ذاتها حاجة إنسانية في المقام الأول. يجي الذكر ان شاء الله في يعني كمان ملف الغارمات اللي بنتمنى انه تبقى النظره فيه كمان، مش بس انه يبقى شخص بيدخل السجن وبيكتب على نفسه، لكن دراسه الاسباب، التورطات الماليه، منطقيتها ومدى جدواها، مساعده الناس دي قبل ما تدخل السجن اصلا، مش انه نبقى بنخرج بس غارمين ما نعرفش ايه قصصهم وحكاياتهم. لكن عشان كده فكره ان يكون في لجنه لدراسه الحالات، والا تتحول هذه القضيه ل يعني في بعض الحالات حاجة كده ابتزاز إنساني للمشاعر وقصة صعبة، دراسة كل ملف كده بعناية دي مهمة صعبة، يعني ربنا يوفقهم فيها، لكن حقيقي بتصحبهم دعوات ملايين من المصريين. بعد الفاصل نكمل معاكم التاسعة. بعد يومين بنستقبل عيد الفطر المبارك، وكالعادة الأعياد بعيدا بقى عن كلامنا عن الأجازات والعديات وشوية الكسل اللي قبل العيد شوية الكسل اللي بعد العيد، دي كلها حاجات نتكلم عنها على روقان كده بس بعد العيد إن شاء الله. لكن الحقيقة أنه يبقى العيد بهجة،
ويبقى العيد هو فرصة لكل أسباب السعادة والانبساط البسيطة اللي مش مكلفة، اللي بتبسط أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا. يعني انبساط الناس بكحك العيد وبتجميعة العيلة، بخروجة بسيطة، بسينما بقى زي ما كنا متعودين طول الوقت زمان، بشوية زحمة في أماكن معينة نحس إنه في حياة بتحصل. وبالتالي لما كان بيعدي علينا مواسم كده، تحديدا السينما، فيلم العيد يعني هي معروفه كده، فلما كان بتبقى السينما هاديه او الانتاج قليل او مش موجود او ضعيف او ما فيش حاجه يعني مشجعه، وده حصل على مدار السنتين اللي فاتوا، اعتقد اتاثرت افلام العيد تحديدا وبقت حاجات كده بسيطه على استحياء. السنه دي بقى واضح ان موسم عيد قوي، ونجمين كبار من الناس اللي بتجيب من الاخر، يعني وجود احمد حلمي، احمد السقا، ومنى زكي في فيلم اخر، الاسماء العظيمه دي. احمد حلمي راجع بفيلم واحد تاني، واحمد حلمي من الناس اللي الجمهور يستنى منه موضوع، مش هيستنى منه بس ضحك، فنتمنى انه واحد تاني يبقى على هذا المستوى وتوقعات الناس. نجم بقى احمد السقا ومعاه منى زكي، كتير من الناس قالت ايوه احمد حلمي ومنى زكي في موسم واحد في فيلم العنكبوت، ومجموعه تانية من الافلام اللي موجوده كمان تعتبر افلام كوميديه، خلينا نقول اشباح اوروبا لهيفاء وهبي، فيلم زومبي لعلي ربيع وحمدي المرغني. الموضوع كده مبشر وبيقول ان عندنا على الاقل مجموعه من الاختيارات الناس تقدر تختار منها. نرحب وبنعيد على الناقد السينمائي احمد سعد الدين. مساء الخير عليك. مساء الخير، اهلا وسهلا، وكل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب استاذ احمد. و فكره افلام العيد وثقافه وفلسفه الناس في فكره انه بعد ما نخرج من شهر رمضان اللي اتفرجنا فيه على كم هائل من المسلسلات، بيبقى فيه برضو حاله من الاقبال الرهيب اننا برضو نشوف فيلم. ارتباط الفكره دي يعني احكي لي سببها كده وتاريخها مثلا. هو الفكره دي يعني مش جديده، الفكره دي بقى لها اكتر من 45 سنه. ان احنا دايما في العيد طقس اساسي، بعد ما نخرج ونروح الحدائق ونروح كل مكان لازم ان احنا في الاخر هندخل السينما. وعلى هذا الاساس المنتجين وشركات التوزيع كانوا بيفضلوا ان افلامهم تنزل في العيد عشان ياخدوا العيديه، ما هي برضه العيديه. ايوه. لا دي نظريه اقتصاديه بحته. فعلى هذا الاساس ابتدت حكايه المواسم، يبقى عندنا موسم عيد الاضحى، عيد الفطر، وهكذا يعني. فطبعا عيد الفطر ده موجود ان احنا بنخرج من مسلسلات دراميه، هنروح بقى لعالم السينما اللي هو دايما كان عنده بيه. في نجوم كتير جدا زي ناديه الجندي مثلا كانت بتنزل في العيد، فدي كان شيء اساسي، وهكذا. اما السنه دي تحديدا هلاقي ان موسم العيد فيه اربع افلام. حد هيقول ان الرقم مش كبير، لا اعتقد ان الافلام كده كاربع افلام رقم جيد، بحيث ان يقدر يستمر موسم العيد العشر اسابيع بتوعه، لان موسم عيد الفطر ممتد لحد عيد الاضحى. فعنده 10 اسابيع يقدر يلم فيها العيديه والايراد وحاجات كتير. الملفت للنظر ان السنه دي في العيد نازل نجمين او ثلاث نجوم كبار. بالظبط. احمد حلمي بقاله ثلاث سنين ما نزلش. من اخر فيلم ليه كان اسمه خيال مات على ما افتكر. والسنه دي راجع بفيلم جديد، واحمد حلمي تحديدا ليه ما بينه وبين الجمهور في دايما كده علاقه حلوه قوي، هم بيثقوا في اختيارات احمد حلمي. بالظبط. انا يعني فعلا لسه بقول انه يعني وكان الجمهور بيحاسبه او بيتوقع منه مواضيع يتكلم فيها مش بس ضحك وكوميديا. احمد حلمي بيقدم حاجه جميله جدا، اولا بيقدم كوميديا الموقف، وهي كوميديا راقيه جدا، ما بيعتمدش على النكته والافيه. كفايه افيهات بقى. الحاجة الثانية ان هو كمان بيقدم رسالة لمضمون الفيلم، يعني بعد ما بضحك لا الرسالة بتكون وصلتني. فبالتالي هنا اقدر اقول بقى ان ايه الجمهور بيثق في هذه الاختيارات. فاحمد حلمي راجع بفيلم كبير ان شاء الله ينجح. عندي الثنائي السقا بقى، احمد السقا منى زكي، ريحان السقا والاكشن.
اتفضلي. بسأل حضرتك على رهان السقا والاكشن، والناحيه الثانيه كوميدي. ذوق ذائقه العيد يعني، او ذائقه جمهور العيد، تفتكر تروح لمين اكتر؟ ما هو ذائقه جمهور العيد، جمهور العيد دايما معظمه من الشباب، الشباب بيحب الكوميديا ويحب الاكشن، فهو نازل له ثلاث افلام كوميديه وفيلم اكشن، فيحب الاربعه. فعشان كده لو جيت اشوف احمد السقا مع منى زكي حققوا نجاحات كبيره، وكان ليهم ست افلام قبل كده. هنفتكر بقى صعيدي في الجامعه الامريكيه، تيمور وشفيقه، مافيا، حاجات كتيره جدا نجحوا كثنائي، بالاضافه ان احمد السقا دايما بيحب الاكشن. فافلامه معظمها اكشن، لو شفت التريلر بتاع فيلم العنكبوت هلاقيه ان هو اكشن. فبالتالي هنا يعني ايه، برضه الجمهور مستني من احمد السقا الاكشن، والعلاقه ما بينه وبين منى زكي اللي طالعه بدور جديد وهتتكلم لغه كوريه، فطبعا دي لسه موضوع تاني خالص. اخيرا وبسرعه عايزه اسال حضرتك على زومبي على جنبي، وجيل المسرح اللي اخترق السينما من سنوات طويله يعني، لكن توقعاتك لاستقبال الناس للنوع ده من الكوميديا اللي هو عرفنا بيه جيل مسرح مصر. هو الجيل بتاع مسرح مصر وعلي ربيع يعني عامل فيلم اسمه زومبي او زومبي على جنبي زي ما اسم الفيلم، هو هنا يمكن كوميديا الفارس شويه موجوده بشكل اكبر، ولكن له جمهور، خاصه ان جمهور العيد موجود في كل طبقات المجتمع، فبالتالي بيدخل لعلي ربيع، وهيدخل كمان لاشباح اوروبا لهيفا وهبي. لكن لو جيت اصنف ده كده العيديه خلصت فعلا. الشيء بالشيء يذكر بقى، وزارة الثقافة عاملة سينما الشعب، ودي مبادرة عظيمة جدا. أنا بشكر حضرتك الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين، بشكرك شكرا جزيلا. حاجة جميلة ومن الأخبار المفرحة في العيد إن وزارة الثقافة بتطرح دور الثقافة وقصور الثقافة لعرض الأفلام، ودي مبادرة عظيمة لعودة الناس لقصور الثقافة مرة تانية. كل سنة وحضراتكم بألف خير، ورب عيد سعيد علينا كلنا. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.